أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هو اليوم العالمي للمسرح، يوم 27 مارس يصادف اليوم العالمي للمسرح. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم سنتحدث عن شخصية عباس بن فرناس. هو عالم مسلم ولد في الأندلس في عهد الدولة الأموية في القرن التاسع الميلادي. تغنوا معي أغنية جاءنا الربيع، قل فيها جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. ثم يا أحبائي الأطفال، إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع إلى الإنترنت عمو يزيد .com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.